نرجع تاني من أسوان على اسكندرية. معانا على التليفون اللواء أحمد حجازي، رئيس إدارة مركزية للسياحة والمصايف، علشان نفهم منه إيه حقيقة القدر العازل ده. أهلا وسهلا يا فندم. تأخير يا فندم، أنا ست تأخير. اللواء، زي حضرتك؟ عاملة ايه يا فندم؟ يا ربنا الحمد لله. يبارك إيه يا فيك يا فندم رب. الصور المنتشرة على السوشيال ميديا دي كلها؟ الناس مش الموضوع هتشوف كله البحر ولا إيه؟ لا، المشروع بتاع سيدي جابر اللي هو كان نادي ضباط القوات المسلحة، واتاخد اتعمل مشروع سياحي للمنطقة دي كلها. اتفتح أول افتتاح فيها 20 محل في اليمين، حضرتك وفر كام فرصة عمل؟ النظرة دي اللي متاخدة، الصورة دي متاخدة من تحت الكوبري، واتعمل الكوبري بتاع سيدي جابر عشان طول ما انت ماشي على الكوبري شايف الميه. الصوره دي بتاخدت تحت الكوبري، كانت قبل كده محجوبه الرؤيه من اول نادي المعلمين حتى نهايه نادي الضباط. هو النهارده بعد أهمية الكوبري السور بتاع ده سيدي إيه يا جابر اللي ست اتعمل، اللواء؟ معلش، نعم؟ ممكن تشرح لي أكتر السور ده طيب، أهميته إيه؟ السور ده مش سور يا هانم، ده مبنى. ده مبنى. مبنى جوه 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 نادي اتاخد من ضباط القوات المسلحه واتعمل فيه مشروع سياحي قوي جدا. الناحيه الثانيه في فندق قوي جدا برضو بيزيد غرف الفندقيه في اسكندريه، لان عندنا غرف فندقيه في اسكندريه شويه. المشروع ده شغال بقاله اكتر من 3 سنين. يعني الناس فاهمة اتعمل، غلط، الناس فاهمة ان ده سور لا يا فندم، هيمشي على منظور البحر، الصوره اللي غلط، منظور الصوره اللي غلط. لكن منظور لو انت يعني على الموضوع الكوبري، ده ملوش لا اساس من الصحة اساسا يعني. لا طبعا، منظور الكوبري، منظور الصوره من تحت الكوبري. الكوبري اتعمل حضرتك لو تفتكري لما كانت اسكندريه بيتعمل فيها كوبري، برضو الناس كانت رابطه وكانت متضايقه. بعد ما خلص الكوبري والحركه المروريه زادت، بقوا بقت حاجه يتصوروا تانية. عنده ويروحوا العرايس يتصوروا عنده. طيب النهارده دلوقتي حضرتك ومعمول مكان لقعده الناس، ومعمول مكان يليق باسكندريه. استنى لما المشروع يخلص. أشكرك يا ست اللواء، شكرا يا فندم، شكرا. السوشيال ميديا وأخبارها المش حقيقية إلى متى لا أعلم. نطلع فاصل وأرجع لحضراتكم مرة تانية.